الذي تنظمه خمس دوائر في الحقيقه دائره دهماني واحد للغه العربيه، دائره كسور اللغه العربيه سي فيصل اهلا وسهلا ومرحبا بك، دائره كاف اربعه للغه العربيه سي محمد صالح السعدي اهلا وسهلا. سي محمد صالح السعدي اليوم يحمعنا هذا اللقاء اعدادا وانجازا باعتباره ايضا رئيس الجمعيه التونسيه للانماء التربوي، هذه الجمعيه الناشطه التي ننتظر منها كثير في مستوى الاصلاحات التربويه في مستوى ما تقدمه. اذا لذلك كان المداخله هي عن من اشكاليات النظام التربوي في علاقه بالازمه الاجتماعيه كما ابانت عليها التربوي. اذا هذا يطرح سؤال لول العام، ما الازمه التي ابانت عليها التربوي؟ ما هي طبيعه ازمه المجتمع التونسي؟ لأن الثورة هي في علاقة بالمجتمع تؤثر فيه وتأثر به. إذا استطعنا أن نحدد طبيعة الأزمة التي عاشها المجتمع وما زال لا يعني أننا أسقطنا رئيس يعني أن الأزمة حلت، لا بالعكس، يعني لابد أن نحدد طبيعة هذه الأزمة حتى نستطيع أن نحدد مواطن الداء في كل الأنظمة، لأن الأزمة التي مست المجتمع التونسي ليست فقط في نظام التربوي، هي أزمة عامة شملت كل الأنظمة الفرعية للنظام التونسي، الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخره. ومن هنا بعد أن نحدد طبيعة الأزمة في النظام التربوي يمكننا أو نحاول أن نحدد مدى مساهمة النظام التربوي في هذه الأزمة العامة ومدى تأثره بها، ثم نحاول تحديد عناصر ومواطن ضعف في هذا النظام مما يساعدنا على يعني تشخيص أو معناها تحديد وسائل العلاج التي قد تنسحب على النظام العام والنظام العام بصفة عامة. ولذلك فالإشكالية الوسيطة التي تأتي بعد تحديد الأزمة العامة هي تحديد الأزمة التي أحاطت بالمجتمع وأدت إلى ثورة 17 ديسمبر 2010. هل كانت ذا السؤال هنا الأزمة، هل كانت أزمة كما يروج لولاها أو كما معناها يعبر عنها تلقائيا، أزمة ذات بعد مادي للناس معناها تعرض لأنها فقيرة، لأنها لم تجد ما تأكل، لأنها يعني في أزمة مالية اقتصادية. نعرف أن نسبة الأمومية في تونس تقريبا 40% حسب ما يقول. إذا هل كان الناس طاروا لهذا أم كانت أزمة كيف السبيطار يعني هذيك مستشفى عام ما يداويش هو شو اسمه ما يداويش الأمراض الخاصة، هذيك لازم لها سبيطار خاص هكا ولا لازم لها سبيطار خاص، وعالم ما ينجمش يعالج كل شيء. ها ايوه تخيل. اذا الفئات الاجتماعيه الفقيره هي اللي قربوا من نتائج التعليم. اذا شعار تكافل الفرص كذلك المدرسه للجميع لكل فيها حظ لم يتحقق. لماذا؟ ثم اطفال يدخلوا المدرسه وليس لهم حظ فيها ويخرجوا منها كما دخلوا فيها او اكثر. اذا هذا في المستوى الوسيط، يعني المدرسة فشلت في اختياراتها في تحقيق في المستوى المساعد بيداغوجي اللي نحن نخدم فيه في القسم الميكرو سيستم، وهو سيستم التكوين والتعطير والتدريس. وين الخلل؟ خلل يعني كان نشوفه الخلل اللي ذكرته اللي من اجله وقع اصلاح 2002 موجود اللي هو فيها مستوى النتائج مترديه، مردوديه المدرسه ضعيفه، سيطره المنحى كمي على المنحى النوعي والى اخره. هذه النتائج او التشخيصات التي معناها ارتكز عليها نظام 2002 او اصلاح 2002 كانت من مشكلة أو من نتيجة أحدثت صيحة فساد. تونس شارك في التقييمات الدولية، جد ترتيب نتاعها وكان عندك سي سمير أو رقم جد ترتيب نتاعها 34 وقيل من 36
ها عرفت 35 ناحية النوعية. كم من الناس كلها تنجم بمنشور تاع الارتقاء؟ الناس كلها تنجم، لكن كيفاش ينجح؟ عندك اللي ينجح 19 وعندك اللي ينجح 9.5. برا هذا السبب نتاعو، يعني ان المدرسه التونسيه، وانا مش نكمل شرح سي محمد، المدرسه التونسيه ما زالت لم تنخرط في منظومه التربيه الحديثه. ما زال التلقين هو المسيطر في مدارسنا. وهنا لا احمل مسؤوليه فقط للمدرس، تسكت تحمل مسؤوليه لدرجه مثاليه، تسكت. نحن نسائل من الاجراء هذا هو كافي باش يصلح المنظومه ولا لا؟ هذه المداخلة سأختصر فيها على خمس عناصر أساسية: المدخل التشريعي واللغوي لهذه الإشكال، نتائج التقييمات الدولية التي اشتغل عليها زميلي من قبل ناخذ فكرة على هذه النتائج، منظومة استحقاق بين الواقع والآفاق، البرامج الكتب والكتب المدرسية والتكوين، ثم بعض التوصيات. بالنسبة للقانون التوجيهي بين النفي والإثبات، ثم المطاوعة، عندما تقول قدمت لفلان طعاما فأفطر، وطموحات نروم الوصول إليه، الانتقال من هذا الواقع غير المريح الذي يتطلب إصلاحا، كما قلنا نفينا الإصلاح عن السابق، إذا نحن في واقع غير مريح، سننتقل إلى انتظار المجتمع وطموحاته. هذه هي عملية الإصلاح والإرادة في الإصلاح، لكن عملية الإصلاح تتطلب إجراءات وقرارات سنتحدث عنهم بين هذا فكرة النجاح في الاستحقاق، لكن في نفس الوقت هناك عوائق، هناك قوى محافظة، كل عملية إصلاح تقترن بالضرورة بقوى جذب إلى الوراء لأنها تستفيد من الواقع غير المريح. إذا كل عمل إصلاح أو حتى في التاريخ تنظر إصلاحات سياسية، إصلاحات عسكرية، لما تلقى ثم قوى المحافظة. المدخل الثاني ندخل به لفكرة الإستحقاق هو مدخل النتائج، يعني ثم مدخلات. شنو هي المدخلات؟ هو التبني، هو الوسائل، هو المدرس، هو البرامج، كل الذي دخلوها مع بعضها باش تعطينا يستفيد منها التلميذ. نتائج التلميذي في مرحلة بعد مرحلة تعليمية معينة يمكن أن تكون مؤشرة على سلامة هذه المنظومة أو على بعض الإشكالات الواردة فيها. إذا نعطيكم فكرة سريعة وإن شاء الله تكون أرقام تطلع فيما سبحان صالح. النتائج المسابقات الدولية، عندنا تونس تشارك في زوج مسابقات دولية بانتظام، هي ثم مسابقة تيمس يشاركوا فيها اثنان في الابتدائي، ثم مسابقة بيزا يشاركوا فيها في الكوليج، يعني فما واحدة تهتم بزوج مستويات مدرسية اللي هي سنة رابعة ابتدائي والميتين، هذوما احنا في الابتدائي داخلين فيها، فيها زوج مواد هي العلوم والرياضيات، هذه تيمس، ثم البيزا يشاركوا فيها أطفال 15 سنة، يعني نجم نقولوا في نهاية المرحلة الأساسية، التعليم الإجباري. ماذا سنأخذ فكرة عن النتائج وماذا نستخلص من هذه النتائج؟ بالطبيعة عندنا فكرة على تيمس، هي مسابقة هي توجه دولي في الرياضيات والعلوم، تهم زوج مواد وهذه مش نحكي فيها أساسا، ولكن سنأخذ فكرة كذلك عن فيزا. هذه الاختبارات تمكن القائمين على حصول بيانات شاملة على المفاهيم والمواقف التي تعلمها التلاميذ في مادة العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني الاعدادي في الكوليج. كذلك لانها تقوم بخبراء، هذه الاختبارات او هذه المسابقات الدوليه تمكنهم من القدره القياس مدى التقدم في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم بالمقارنه مع دول اخرى، فيها مقارنه بنتائج البلدان الاخرى، تعرف البلدان المتقدمه تربويا الاستفاده من خبراتها، وكذلك الوصول الى اهم وافضل وسائل مؤديه لتعليم افضل. النتائج في المسابقة هذه الدولية تيمس فيها أربعة مستويات، ثم مستوى يصنف على المتقدم وفيه مؤشرات نتائج تام، نقول النوع هذوما مستوى متقدم، ثم نوع مرتفع قد شوية، ثم المتوسط، ثم الضعيف. الضعيف هو الذي يمتلك المعارف الأساسية في مجال العلوم، يعني يتقن الآليات البسيطة.
لكن ثم مستويات وقفة أقل من البعيد تنشوف أن التصنيف يمكن الوجوه إليه. أعطيكم الآن في بعض الاختبارات إذا كان لغة مثل الاختبار هذا نقارنوه بالاختبارات قد واحد شرطنا نفهموا أن هذه الاختبارات هي من نوع خاص وتتطلب قدرة كبيرة على التحليل واستحضار المعطيات وهو ما يمكن نسميه به فكرة الإدماج. نشوفوا هنا عندنا مجموعة من الصخور باش نشوفوا صلابة هذه الصخور نقوم بحكها على نفس المادة نشوفوا بعض نتائج كان إذا كان التلميذ يعرف أن الصلابة كل ما يكون جسم صلب أكثر يخاوف أكثر عملية الاحتكاك باش ينجم يصنف المواد هذه وناهي صلب أكثر دون أن نسمي المادة ودون مش هذاك المهم هو يعرف بروسيس يعني تمشي كيف نستخرج أو نتعرف إلى صلابة الجسم. نعطيكم مثال آخر وأخير في هذه الوضعية إذا كان ناخذ بنت وتحب مثلا تعرف كتلة قطة وضعت هذه القطة فوق الميزان لكن القطة رفضت البخار فلم يتمكن البنت باش تعرف وزن القطة اش عمل مسكت القطة صعدت هي والقطة فوق الميزان بالسؤال هو ماذا ستفعل لتتعرف في المرحلة الثانية باش تعرف كتلة القطة برك فلن هي هزت القطة وخرجت فوق الميزان فلن الميزان خرج مؤشر هي والقطة مع بعض باش يوزنوا تو شنو لازمها تعمل باش تعرف القطة برك إذا أنا نعم الأطفال باش يفكر أنه يلزم يسيب القصة ويرجع وحده باش يعمل فرق بين عملية دقيقة ولكن فيها إدارات مدمجة. نشوفوا نتائج جمهورية تونسية، نتائج جمهورية تونسية في 2007، نقول 2007 يعني النتائج دي ما تخرج بعد عامين أو أكثر، إذا ما يخرجش. شاركنا كان مجموع النقاط تحصل عليها تونسي 339 نقطة معدل العالم معناها الدول المتوسطة المويه تاع الدول هو تقريبا أقل شوية من 500 495 نحن نشوفوا روحنا بعاد ياسر عن المعدل نشوفوا الترتيب شاركت 25 دولة احنا تحصلنا على ربع 25 يعني فماشي في 2007 شاركوا أكثر بلدان شاركوا 36 المعدل ارتفع بدخول بلدان جديدة المعدل ارتفع ولا 500 ونحن مجموع النقاط هبط ولينا 327 ولينا ترتيبنا 33 من جملة 6 وهذه لاحظوا في أقسامنا مرات تفل تقول وجاوب 30 من الجنرال تاخر إذا في المحاولة والتدريب على المحاولة هو أهم من النتيجة حتى التلميذ يتدرب على المحاولات بالرسوم بالتساوي بالفرضيات سوق فرضيات خلينا نجرب هذه كذلك ينجم يسمح للطفل باش يقترب من حل اما يقدم ورقه بيضاء يودي خارج التصنيف يعني حتى الحد الادنى وهو المحاوله ممنوع. باهي نعطي بسرعه لمحه مسابقه ثانيه ومانيش نتعمق فيها لاني تهم خريجين المدرسه الاساسيه اللي هما 15 16 سنه اللي هما النوفين مسابقه بيزا لكن في المسابقة بيزار تكون هم أكثر مواد ما هيش تقتصر على العلوم والرياضيات مش نشوفوا تشمل فهم المكتوب كومبريونسيون دو ليكري ثقافة رياضية ثقافة علمية ثم في 2003 زادوا كيف حل المشكلات تفاؤلية وهي معنونة كالآتي إصلاح المنظومة التربوية الحظائر الخمس للإصلاح فليتفضل. نحن إزاء مشكلات تربوية أم إزاء إشكالية تربوية وبين اللفظين مسافة طويلة لا تجمع بينهما فالمشكلة تتميز بإمكانية الوصول إلى حل بشأنها يلغيها مثل المشكلة في الرياضيات نحن متأكدين منذ البداية أن المشكلة هي أخطار منهجية كلمة إشكالية النظام التربوي إشكالية بروبلماتيك تعني تعدد المشاكل وترابطها إشكالية تضم تعدد المشاكل وترابطها وتقاطعها وتداخلها من خاصية هذه المشاكل أنها لا يمكن حلها منفردة لابد من مراعاتها في جملتها التعريف الفرنسي لا بروبلماتيك c'est une question complexe qui demande d'être capable de conjuguer plusieurs informations parfois divergentes et les justifier tout en restant neutre. On s'interroge dans la question tout en restant neutre. Ouais, la neutralité totale est un شرط من شروط البحث العلمي وتفكير الفلسفي ان نبقى
خارج هذه المنظومة حتى نتمكن من نقدها. وزميلي سي محمد صالح السعدي تحدث عن كتاب الأمير لميكافيلي، ميكافيلي يقول أنه حتى ننقد لا يمكن أن نكون داخل ذلك الحقل، الحقل الفلسفي مثلا، ثم ننقد الحقل الفلسفي، لابد أن نتخارج عملية التخارج وذلك البعد وتلك المسافة التي لابد أن نأخذها حتى يمكننا أن ننقد نقدا علميا. انطلاقا من هذا المدخل المفهومي اخترت مدخلا مفهوميا اخر، مدخل منهجي تحدثت فيه كما ذكر زميلي سبيسل عن الحضارة. مفهوم الحضارة استوحيته من الفكر الفلسفي كانجلاب يتحدث عن، فيقول ان الفلسفة ليست معبدا بل هي حضيرة، وحضيرة للتفكير والتساؤل والحيرة والشك والنقد. يميز بكل هذه المعطيات ولا بد ان نواجهها بالشك والحيرة والتساؤل والريبة والنقد. حضيرة هذه كلمة مستعملة في الثقافة الفرنسية، نتحدث مثلا عن شانتيي نافال، شانتيي دي باتيمون مثلا، تحضر شانتيي دي باتيمون، شانتيي دي. العديد من المتدخلين هذه الكلمة اختارتها خصيصا لأن شانتيي يفترض منهجيا العديد من المتدخلين، هكذا ولا سعيد، شانتيي دي باتيمون، في سكان البنيه، في النجار، في الحداد، في العديد من المتدخلين وكل يتدخل حسب اختصاصه، ولكن الجامع بين هؤلاء جميعا هو أنه بناء المسجد، مثلا لو كان نأخذ شانتيي نافال، الجامع بينهم هو construction des navires et des bateaux. في الآخر باش نجيبوا نافير ونجيبوا باتو جاهز، ولكن بالتدخلين فيه المختص في الضوء، فيه المختص في النجارة، وفيه المختص، يعني هذا الاختيار المنهجي على كلمة حضيرة يحيلنا إلى عدة التدخل من عدة جوانب. أعود مجدد للسعرية باعتباره متخصص باللغة الفرنسية، تم رومان موجود بالفرنسية ومش بالترجمة العربية لستيفن كونغ عنوانه شانتي شانتي. هذا الرومان هذا صدر عام 81. إذا اختيار المنهج نتحدث عن إشكالية النظام التربوي ونتحدث عن حضيرة من حضائر النظام التربوي. الحضائر هذه قسمتها منهجي إلى خمس حضائر، لسانك شانتي إدوكاتي، خمس حضائر لابد أن نواجهها بالنقد والسؤال والحيرة والشك والنقد والريبة التي تحدث عنها كانجلا. لعلي أبدأ بالحضيرة الأولى وسميتها أزمة التعليم وغياب المشروع المجتمعي الجادري نموذجا، والجادري هو صاحب نظرية النقد العقل العربي. ولا أخفيكم زملائي أني تابعت باهتمام شديد كل من تحدثوا حول إصلاح المنظومة التربوية، ولم أجد لا في الإنترنت ولا في الشبكة التي كلفتها وزارة التربية بمقاربة إصلاح المنظومة التربوية، لم أجد من يتحدث عن التربية والمشروع المجتمعي للتربية. إن التربية لا تدور في فراغ، فهي ليست جزيرة معزولة، فالتربية اليوم تدور في فضاء عولمي، لا بد أن نسطر جيدة تحت كلمة التربية والعولمة أو عولمة التربية. يفرض على التربية المحلية ما نسميه اليوم ويسميه بعض المفكرين بكوارث العولمة، ولعل ما تجديه التربية التونسية اليوم يعد من أحد كوارث العولمة التربوية اليوم، وهو استهداف الثوابت والقيم. يقول محمد عبد الجابري صاحب نقد العقل العربي، فالتربية العولمية اليوم تكرس التطبيع مع الهيمنة لعملية الاستتباع الحضاري، الكلمة التي يعتمدها، الكلمة المفتاحية التي يعتمدها محمد عبد الجابري، أن تربيتنا اليوم تكرس ما يسميه بالاستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف الأخير للعولمة. إن العولمة حسب الجابري تعمل على ترسيخ خمسة أوهام على المستوى الحضاري والتربوي. الوهم الأول الذي طلعتنا به الإصلاحات التربوية منذ 91، ولا بد أن نصارح أنفسنا، إما أن نكون صرحاء مع أنفسنا وإما أن نسمع. أنا اخترت أن نصارح أنفسنا وأن نتحدث عن هذه الأوهام بكثير من الجهد. لعن الوهم الأول الذي استقيته من فكر الجابري يتحدث عن وهم الفردية، وأن أقول الفردانية وليست الفردية. الجابري يستعمل مفهوم الفردانية كوهم الفردية، كوهم أن أقول الفردية هو مطلب من مطالب الحداثة اليوم، ولكن الوهم هو في الفردانية، لأن الفردانية هي إغاظة الفردية حتى يتحول الفرد إلى فرد معزول مثل ما نراه اليوم في المجتمعات الغربية في عزلة تامة عما يتحدث معه والكفاية. التي أنجزت اليوم هي ندوة حول الإصلاح التربوي، وتم فيها جملة من المداخلات، منهم المداخلة التي عنونتها بعنوان إشكالية النظام التربوي، باعتبار أن الظروف الآن
أنها تطرح المجال، تفسح المجال لمراجعة وتحتم مراجعة مجموعة أنظمة المجتمع منها النظام التربوي. وقد تناولت في هذه المداخلة يعني إشكاليات النظام التربوي انطلاقا من إفرازات الثورة المباركة، الثورة الروسية المباركة، وتبين من خلال عدة يعني مؤشرات أن من إشكاليات النظام التربوي بصفة عامة هو اتجاهه العام نحو التركيز على يعني الأمور العلمية والمعرفية، وهذا شيء جيد، لكن البعد الإنساني والبعد القيمي تبين أنه يشكو من تراجع في هذا، مما أفرز عدة ظواهر اجتماعية خطيرة لابد من يعني معالجتها انطلاقا من معالجة هينات نظام التربوي. هذا على المستوى العام. على المستوى الوسيط تبين أن هناك يعني عجز في النظام التربوي يتصل بمدى قدرته على تحقيق الشعارات التي رفعها، وخاصة شعار حظوظ المتعلمين والفئات المتعلمين في الحديث في واقع الأمر عن مستقبل التربية في تونس هو التحدي الأول الذي يطرح في سياق الثورة التونسية، لأنه التحولات في المستقبل مرتبطة بالجيل، بأبنائنا، بأولادنا، وقضية الإنماء المدرسي تطرح توازنا بين بعدين أساسيين. طالما فقد هذا التوازن، البعد العلمي والبعد التربوي، اليوم ثم أزمات، ثم مشاكل، ثم قضايا مطروحة بين الأجيال، خاصة أولادنا الصغار، لأن قضية العولمة الثقافية نفذتها الأساسية هي التربية، وبالتالي نحن بحاجة لتوازن كبير والاشتغال في المدرسة التونسية في المستقبل على تربية أولادنا وتجذيرهم في لغتهم، في هويتهم، في ثقافتهم، في أخلاقهم، لأن العلم لا يمكن أن يحقق أثره الإيجابي إلا إذا كان في هويته الخاصة. احنا عندنا مثال المجتمع الياباني، ما زال إلى حد الآن من المجتمعات اللي حققت معجزة علمية ولكنه متجذر في تربته، في ثقافته، في لغته. عنا المجتمعات الأوروبية، ولكن وقت اللي ينحرف دور المدرسة ويتوقف عند حدود العلم، أعتقد أننا نبقى نمشي برجل واحدة، وهذا مش يكون عنده أثر ربما لا قدر الله سلبي على أبنائنا في المستقبل. أولادنا بحاجة لغتهم، بحاجة ثقافتهم، بحاجة تاريخهم. شكون اللي في المدرسة التونسية يعرف على سبيل المثال علماء القيروان ودورهم في إثراء الحضارة الإنسانية؟ شكون اللي يعرف علماء تونس؟ احنا نتوقف عند دراسة بعض الأسماء الغربية ودراسة عامة غالبا. أولادنا بحاجة لجهد كبير منا حتى يجنوا ثمرة الثورة التونسية في المستقبل.